بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة أعزائي الطلبات، معكم مستر فرحان عطية من كونفير إيدوكيشن. كمل النهاردة الدرس بتاعنا. الدرس ده في البداية كده برعاية شركات سوق دوت كوم وجوميا وشركات التسويق الإلكتروني. ياريت تتفاعلوا على الفيديو بالمشاركة والإعجاب والاشتراك في القناة، كل ده بيدعم الفيديو في إنه يوصل لعدد أكبر يستفاد منه أكتر. مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول الحقيقي. مثال: إذا كان مقياس الرسم خريطة هو 1 إلى 500 ألف، أوجد المسافة بين مدينتين بالكيلومتر إذا كان البعد بينهما في الخريطة يساوي 3 سنتي. الحل: الطول الحقيقي يساوي 3 سنتي في 500 ألف، هيساوي 1,500,000 سنتي، يساوي 15 كيلو متر مربع. على التلاتة: في حالة البيع والشراء، الربح يساوي ثمن البيع ناقص ثمن الشراء والتكاليف نقل وتخزين والخسارة، ثم ثمن الشراء والتكاليف ثم يساوي ثمن الشراء والتكاليف ناقص ثمن البيع. مثال: اشترى شخص سلعة فخصم له بمقدار 30% من سعرها، فإذا كان الخصم يساوي 1000، فإذا كان الخصم يساوي 1200 ريال، فإن السعر الأصلي للسلعة يساوي كام ريال؟ الحل: مقدار الخصم يساوي 30% من السعر الأصلي. السعر الأصلي يساوي 1200 × 100 × 30، هيساوي 4000. مثال 2: اشترى تاجر بضاعة بمبلغ 3400 ريال، وصرف على نقلها مبلغ 4000 ريال، ثم باعها بمبلغ 4400 × 44080، فما النسبة المئوية لمكسب التاجر؟ الحل: المكسب يساوي 44080 ناقص كل ما بين قوسين 34000 زائد 400 يساوي 6080. طيب، النسبة المئوية للمكسب يساوي 6080 على 3400، 34000 زائد 400 في 100 هيساوي 16%. نسبة النقصان: الأصلي ناقص العدد الناتج على العدد الأصلي في 100. نسبة الزيادة: العدد الناتج ناقص العدد الأصلي على العدد الأصلي في 100. مثال 1: أصبح عدد سكان إحدى المدن 66000 نسمة، وذلك بعد زيادة تقدر ب10%، أوجد عدد السكان قبل الزيادة. الحل: 10 بتساوي 66000 ناقص س على س، هيبقى 10 س يساوي 66000 ناقص س، هتساوي 6000. عدد السكان قبل الزيادة: 66000 ناقص 600 هيساوي 6000، 60000. مثال 2: انخفض الدخل الأسبوعي لأحد المحلات التجارية من 28000 ريالا إلى 24640، أوجد النسبة المئوية للنقص في الدخل. الحل: النسبة بتساوي 28000 ناقص 24640 على 28000، فيساوي 3360 على 28000 في 100 هيساوي 12%. إيجاد بعض الأعداد: 1 كل من الأعداد 2 و3 و7 أسها دوري ودورته بيساوي 4، فلإيجاد خانة أحد كل منها نقسم الأس على
4 ونأخذ الباقي ونتبع ما في الجدول التالي. العدد 2 و3 و7، باقي قسمة الأس على 4، 0 1 2 3، برضو نفس الكلام، 0 1 2 3، 0 1 2 3. أحد العدد الناتج، هنا 6، هنا 2 4 8، هنا 1 3 9 7، هنا 1 7 9 3. العددين 5 و6 رقم أحد العدد الناتج لأي أس غير الصفر والترتيب 5 إلى 6 و6. العددين 4 و8 يمكن وضعهما على صورة قوى العدد 2. رقم أحد العدد 10 مرفوع لأي أس غير الصفر هو الصفر. الأعداد التي أكبر من 10 نجد باقي قسمتها على 10 مضاعفاتها ونأخذ باقي القسمة ونتبع ما سبق. مثال: أوجد خانة أحد العدد 13 أس 100. الحل: باقي قسمة 13 على 10 هو 3. الأس 100 يقبل القسم على 4. رقم الأحاد يساوي 1. القيمة المطلقة للعدد: مقياس العدد أو قيمته المطلقة هي المسافة التي يبعد بها العدد عن نقطة الصفر على خط الأعداد. وحيث أن المسافة لا يمكن أن تكون سالبة، فإن القيمة المطلقة للعدد غير سالبة، أي أنه على سبيل المثال -9 هتساوي 9، بتساوي 9. ملاحظة: هل المعادلة س بتساوي ب في ب تنتمي إلى ح بلس أو زائد هو س بتساوي موجب أو سالب ب؟ مثال: س ناقص 3 بتساوي 5. س ناقص 3 بتساوي موجب أو سالب 5، أما س بتساوي ناقص 2 أو س بتساوي 8. مثال: س زائد 6 بتساوي 0، س بتساوي سالب 6. س ناقص أو سالب 5 بتساوي سالب 2. مستحيل الحل، لأن القيمة المطلقة لأي عدد غير سالبة. ومن ذلك في الفترة من 0 لفاي فإن س بتساوي س، ولكن في الفترة سالب فاي من لزيرو فإن س بتساوي سالب س. الأسس والجذور واللوغاريتمات. معنى الأس القوة، هو تكرار العدد مضروبا في نفسه. فمثلا 2 أس 4 بتساوي 2 في 2 في 2 في 2 بيساوي 16. في ضرب الأسسات المتشابهة تجمع الأسس ألف أس ميم في ألف أس نون هيساوي ألف أس ميم زائد نون. مثال: أوجد ضعف العدد 2 على 18. الحل: ضعف العدد 2 على 18 بيساوي 2 في 2 أس 18 هيساوي 2 أس 19. وفي القسمة التي تطرح الأسس ألف أس ميم على ألف أس نون بيساوي ألف أس ميم ناقص نون. مثال: أوجد نصف العدد 2 على 18. الحل: نصف العدد 2 على أس 18، 2 أس 18 بيساوي 2 أس 18 على 2 بيساوي 2 أس 18 ناقص 1 بيساوي 2 أس 17. في حالة الأس، تضرب الأس ألف أس ميم الكل أس نون بيساوي ألف أس ميم في نون. مثال: لأي ثلاثة أعداد غير صفرية س ص ع، إذا كان س أس ص بتساوي عين ولعين أس ص س بيساوي س، فما قيمة ص؟ الحل: س أس، بما أن س أس ص بتساوي عين بالرفع للقوة ص، إذا س أس ص الكل ص بتساوي عين أس ص بتساوي س، إذا س أس س ص أس 2 بتساوي س، إذا ص أس 2 بتساوي 1، إذا
صاد بتساوي موجب او سالب واحد. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتبقى جديد والاعجاب بالفيديو والتعليق اسفل الفيديو ومشاركة الفيديو، كل ده بيبقى تفاعل على الفيديو وبيخلي الفيديو ينتشر اكتر. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.